أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب باسمكم جميعا بشيخنا الجليل محمد أحمد حسن. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. كما أرحب بكل مشاهدينا الكرام الذين ينضمون إلينا ويتابعون هذه الحلقة على الهواء مباشرة، ونأمل أن تتابعوا معنا، وأيضا من خلال مشاركتكم سنوسع الفائدة للسادة المشاهدين. عموما نحن وأنتم اليوم نحاول أن نطرق موضوع نحسب أنه بالأهمية بمكان، ألا وهو مسألة الشبهات. الإنسان كثيرا ما يجد نفسه محتار في الوسط، يعني يبحث عن الحقيقة ويبحث أن يصون نفسه من كثير من المشاكل التي أصبحت الآن يا شيخنا مختلطة الأمور. نحن نحاول أن نستدرك معا من خلال ما ربان عليه الإسلام وحدثنا عنه أننا نبتعد عن الشبهات، حتى أنه نختار لنفسنا الطريق المستقيم. نتحدث عن هذه الشبهات وكيف حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن نكون بعيدين عنها. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه مسلم، حديث عظيم. إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني الشريعة بينت الحلال وبينت الحرام، لكن بينات في أمور مشتبهة ما بيعلمها إلا قليل من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني أنت يا مسلم شكيت في الشدة، هل حرام هل فيه شبهة أو كده، تبعد منه تتركه. أي الحلال بين أمور مشتبهة. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، البترك الشيء المشتبه فيه الحرام كده متردد، يبقى سلم ليدينه وليعرضه، ليدينه ما بيكون وقع في الحرام، ليعرضه الناس ما بيتهموه انه قاعد ياكل يسوي الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والزول بيتهامن ويقع في الشبهات، اي شبهه ويقع فيها، يقع في الحرام. وشبه لنا الزول اللي بيقع في الشبهات بالزول اللي بيرعى بهائم جم خدار الناس. لو ساق بهائم وشرعها بعيد سلم، لكن يجي جنب الخدار بتاع الناس يرعى بهايم، ويوم من الأيام غنماي خروف يهبش خدار الناس. أي ما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة. يبقى كل زول عنده حدود في محارمه، بيتك دا الحوش حماليك، بيتك أرضي حماليك، وهكذا ما زول يعتدى على حق زول. وربنا عنده محارم، يبقى كمان ما تعتدى على محارم الله. محارم الله هي حدود الله، نلتزم بأن حدود الله بشرع الله. الشاعر قال لنا ده حرام نخليه، قال لنا حلال نسويه، أمرنا بفعل نسو، وهكذا نطيع أمر الله. ذا الحديث عظيم. بعدين في آخر الحديث نبه لنقطة مهمة. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده، وبعدين العلماء قالوا المقصود بالقلب هني مش القلب اللي بيعرفوا الدكاتره يدق الدم يوزع على الجسم. قالوا المقصود بالقلب هني السر الإلهي في داخل بني آدم اسمه القلب، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب ده يشوف ويفتح ويعمى ويبصر وكذا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك القلب ده يجمح السر الإلهي. القلب ده لو صلح يكون قائد الجسم كله، فسد الجسد كله يفسد، لأن القلب ده هو اللي عليه الرق،
القلب طاهر نقي مطهر من الشرك من النفاق من الرياء من الحسد من الشح من البخل من كل أمراض القلوب، الأعضاء كلها تكون طاهرة. القلب ده مريض بالكفر والشرك والإلحاد والنفاق والرياء والحسد، الأعضاء الثانية تلقى تابع عليه القلب. ولذلك قصة سريعة كنا نذكرها، إنه قالوا لقمان الحكيم كان مملوك، المالك قال له أضبح له خروف، جيب لي أطيب قطعتين لحم في الخروف، جاب له القلب واللسان. تاني بعد الزمن مرت الأيام، تاني قال له أضبح له خروف، جيب لي أخبز قطعتين لحم في الخروف، جاب له القلب واللسان. قال لي يا زود المرة اللي فاتت قلت لي جيب لي أطعم قطعتين لحم في الخروف، جبت لي القلب واللسان. تاني قلت لي جيب لي أخبز قطعتين، تجيب لي القلب واللسان. قال له نعم. القلب واللسان إن بقى طيبات ما في أطيب منه، إن بقى خبيسات ما في أخبث منه. شوف كلام فيه حكمة، حكمة فعلا. يعني لسه عزول تلقى قلبه طيب واللسانه طيب، تلقى زول متواضع يبذل الخير كيف أزاه عننا، وزوله كما أبو قلبه انكعب تلقى حاسده يحقد الناس يضر الناس، ما يتكيف إلا ما يضر الناس. واللسان شغال بالقلب واللسان. يبقى لذلك نحن نتعاهد قلوبنا ده نخلي طيب، لساننا نخلي طيب، وده والزول طيب القلب طيب اللسان، أول ما تجي سكرات الموت تنزل عليه ملائكة الرحمة تسلم عليه وتبشر بالجنة. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. طيب نحن حقيقة أمراض القلوب كثيرة، يعني من أكثر الأشياء اللي بتدمر القلب قلب الإنسان. هنا ذكر العلماء إن مرض القلوب، طبعا القلب ده عنده مرضين، مرض مادي مرض معنوي. المرض المادي اللي بيعرفه الدكاترة تصلب الشرايين الزبحة الصدرية ضعف عضلات القلب، هذا أزول لو ربنا ابتلي بضغط الدم وتصلب الشرايين واخذ المسكنات دي الأمراض صبر. المادية دي مرض مادي أجره عظيم عند الله لأنه ده ابتلاء وامتحان. أما المرض المعنوي اللي هو الزول لما ما اتطهر منه يودي للنار. نفصله بعد ما ناخذ المكالمة دي من السعودية. معنا أم عبد الرحمن، يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ محمد حسان. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي 4 رمضانات. فواحد كنت يعني قبل 6 سنة كنت واضعة، ده رمضان الأول. نعم. ورمضان الثاني برضو كنت واضعة، يعني 4 رمضانات كنت واضعة فيهم ما صمتم لغاية الآن يعني. أيوة كويس. نعم. فعايز أعرف أيوة. نعم. المفروض أعمل إيش يعني؟ نعم. كويس. في فتوى عن تخفيف ليك الأربع رمضانات ديلا، تطعمي رمضانين 60 مسكين، كل مسكين تدي وجبة بتاعت الفطور اللي بتناسب عندك هناك، أي كم ريال بيفطر زول، تدي كل زول وجبة فطور توزعها على 60 مسكين. وبعدين فضل ليك رمضانين، الرمضانين ديل إذا هسا فاضلة حمل لا مرضع تجيب لك كراس وتكتبه فوقه أنا علي دين 60 يوم رمضانين ما صمتين بسبب الحمل والرضاعي. نعم. وتعمل تصطيرة كده جدول زي ما كنت بتعملي في المدرسة وتبتدي تقضي اليوم، الجو بارد تصومي 3 يوم، الجو سخن يومين في الأسبوع، وكل ما صمتي تكتبي 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 لغاية ما السدين عليك، يبقى عندك 4 رمضانات. التخفيف ليك يبقى كما جاء في فتوى انك تصومي تطعم رمضانين وتصومي 2، اي يعني نص. نحن طبعا هسه رمضان قرب، هل تصومين قبل رمضان ولا تبتدي تقضي؟ اول ما رمضان يجي توقف القضاء تصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بعدك بعد ما يفوت رمضان وتعيد تنجم يومين 3 تبتدي تقضي. نعم. عليه ما شاء الله في الاسبوع تصوم يومين. نعم. بالسدي ان شاء الله التوفيق. طيب نحن نرجع لأمراض القلوب. أيوة. مرة ثانية قلوب العلماء عدوها 20 نوع. ده المرض المعنوي. الكفر، الشرك، الإلحاد، النفاق، الرياء، التكبر، الحسد، الشح، البخل، الضغينة، الشحناء، البغضاء، شدة الخصوم، وهكذا تعيد لغاية 20 نوع. وكلها أمراض معنوية. والشافي من هذه الأمراض الخطرة القرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
وفي الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع. يبقى القرآن، الزول بيحب القرآن يكثر من قراءة القرآن، ربنا يطهر قلبه من الأمراض المعنوية. إن شاء الله. طيب نأخذ مكالمة معنا من الشمالية. مي يا مرحب. ألو. ألو. مرحب. عندي سؤال مع مولانا الشيخ محمد أحمد حسن. نعم تفضلي. شيخنا نحن بنات وما عندنا أخو قدامنا وأبونا متوفي. عندنا أهل هنا أبونا أبي عنده ورثة أرضية ودائما معانا في نزاعات. ما يعني لدرجة واحد جاء منهم وهددنا بالكتل في البيت. نعم. جاء واحد منهم. وهددنا بالغد. هددكم بالقتل؟ اي هددنا بالقتل، قال لي امي عندك بنتين حتفقديهن والخساره عليك. ايوه هو يقرب لكم شنو الزول ده؟ يقرب لكم شنو؟ يا ولد عمتنا طوالي. سمع انت هسه ابوك يتوفى الله يرحمه. نعم. وترك لكم بيوت وارض زراعيه وكذا مش كذي؟ نعم. وزعتوا التركه دي ولا لسه؟ والله ابويا من حياته يعني ما اخذ حاجه القليله وما سالناه. لما عملوا بيضه ما عملوا معانا المشاكل دي، قمنا لمينا جماعه من الاهل وقلنا لهم ياخذوا حقهم الشرع ويدونا باقي حقنا. طبعا ابويا متوفي ما عنده ولا. اي ما عنده ولا. طبعا في الحاله دي امه كنت اخذ الربع التمن والباقي ذاك، انتن البنات عددكم مهما كتر تاخذن التلتين. التلت بيمشي للعصبه، بعدك الموضوع ده سهل. لا انا ما سؤالي كده يا شيخ. قام عملوا معانا، قام قال لنا، قال لهم عندك بنتين حتى تفقدين. السبب شنو؟ خسارة عليك في البيت. ما 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 قصده من الكلام ده شنو سويتوا لي شنو؟ قال لي اختي اماني امي، قال لي بنت اختي اماني امك ما بتقدمي. كويس خدي بالك يا بنت. انا نعم ماشي معاك، داري اوريك انه حصل قطع رحم في الكلمات دي. سامع. قامت ما صدق، بعد ذاك عندنا شاي قدامنا اديناه وياه وشربه، وتاني لما نقب على حلو نفس الكلام قال. اصبحنا بكره نزلنا الجزيره لقينا عمتنا شايله لها عصايتين ومنجل بقلع جيري، عملت منجل عملت لنا ضرب بشوط 5 أنفار. يعني دي مشاكل أسرية يعني. أي 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 نعم. جينا بكرة النزل ذات الرجل ده ومعه أسرتنا أولاد عمنا وهلنا. أنا بفتكر إنه لا تمشوا القانون أنتوا. تمشوا القانون تبلغوا البوليس في حالة. ما مشينا القانون وبعد ذاك وصلنا لدرجة القانون لحسها مستمر، ما القضايا ما انتهى. ما خلاص نحن عشان قضية ذاتها مرفوعة حقه نحن نجيب على الجانب الشرعي فيها. قضي للشيخ انه نحن لحسها ما في زول بيد زول السلام من قاطعين انقطاع شديد. نعم خلاص احنا ما هي المساله دي. نحن دارنا شغل على الرحم هنا ده. سمع. اي هسه انت قلت الموضوع كله رفعته للقانون والقانون بياخذ اجراءاته. نعم. لغايه ما القانون ده حطام الدنيا ده ما يخلينا نقاطع الارحام. نعم. تواصلوا وتزاوروا في الحاجات الكبيره وخليكم مع بعض، ما مش حطام دنيا فاني تتقاطعوا. وان شاء الله ما دام الامر وصل القانون حينصفوكم ويدوكم حقكم تمام. اي والزول اللي بيهددكم ده البلد ما فوضى، القانون برضو بيثبته في محله. بيكتبوا تعهد اي حاجة تحصل للبنات دي انت مسؤول. بس صوري شوي ان شاء الله. نعم حقو نحن ندي نصيحة عامة للناس زي ديل. أيوة. فيش احنا قاعد تحصل بين الاسر. أيوة. وحاجات صح. بسيطة زي ما ذكرت انت، حاجات بسيطة حطام دنيا فاني وهم يتقاطع ويتخاصموا فيه. لا زول يتقي الله وربنا حيحاسبنا يوم القيامة ويسألنا من الصغيرة والكبيرة من أعمالنا. نعم. ودي ذات من أمراض القلوب. أنت قلت الشدة في الخصومة. أي صح. أي يعني الإنسان ما يفجر. أي صح. الإسلام حسان على. نعم. صحيح. من علامات النفاق إذا خاصم فجر. أي شدة الخصومة والعداوة. وكل ما غاب شنو حطام دنيا. نعم نعم. ونحن كمان ندي نصيحة للرجال يعني ودي النساء. أي يعني نحن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء. المفروض أي صحيح. كون محتنين بالنساء. يعني نصيحة للأسرة دي. تكونوا متعاونين ومتآخين وتتكون الأسرة والأهل ذات يحلوا المشكلة دي. كان المفروض تتحل قبل ما تمشي للقانون، لكن ما دام وصلت القانون إن شاء الله بتتحسن. لكن ما يمنع ده أنكم تتواصلوا معنا. نعم إن شاء الله. طيب معنا من الخرطوم الأخ عبد الحميد. يا مرحب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نعم. مرحبا يا شيخ. يا شيخ محمد. أيه. الله يكرمك ويكرمك. الشيخ محمد قبل كم يوم كان في محاضرة هنا على الجهاز. أيه. كانت على الجهاز وكان في شيخ قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنه يحب من دنيانا ثلاثة. فأنا هل الحديث صحيح يا شيخنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثلاثة لأنه في زاد المعاد. وكأنه كان بيتكلم ما سمعناه معلش، لكن يبدو أنه داري يقول كذا، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحب من دنياكم ثلاثة. نعم. اللي هي لم نسكن منها الطيب والنساء وجعلت غرة عيني في الصلاة. غرة عيني في الصلاة. صح. دي حديث صحيح يعني. معنا يا عبد الحميد. عبد الحميد لو معنا أسمعنا بالتلفون، أنا سامع صوت تلفزيون. خلاص تردين عليها. نعم نعم. هو يبدو انه الكلام سمعناه منه ان شاء الله يكون صحيح. اي بيكون يقصد. هو قال يحب من دنياكم ثلاثه، اللي هي الثلاثه ذكرناها عندي، الطيب والنساء وجعلت غره عيني في الصلاه. نعم. طيب احنا حقيقه الشبهات كثيره الان، يعني احنا كثير من الناس الان بيستخدموا بيقربوا من المحرمات، وذكرنا الكلام ده كثير جدا. في ناس بيستخدموا السجاير، بيستخدموا الصعود، بيستخدموا المشروب المعروف بيعملوا في عيد الضحيه، اي بتاع الشربوت والدكاي. نعم. دي كلها. نعم. يعني زي الشربوت والدكاي دي برضو من الشبهات. ولو انه هي فعلا من الشبهات. الزول لو تركها يبقى خلاص سلم لدينه ولعرضه. كذلك طبعا السجاير والتنباك والشيش كان زمان من الشبهات، لكن هسه عجزم العلماء مجماعة الفقه على حرمة السجاير والتنباك والشيشة، لأنه ثبت طبيا أنها مضرة بصحة الإنسان. وهكذا شبهات في البيع، في الشراء، حاجات كثيرة. الزول لو شك في شيء وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الزول أول حاجة يسأل، بعدك يجي يشوف لا قبل ما يعمل الشيء يتأكد منه، لأن في ناس كثيرين بعد ما يقعوا في المعصية يجي زول يسأل. يعني مثلا نضرب لنا مثال، زول يكون مثلا يمشي يدلي بشهادة قدام اللجنة بتاعت خاصة بتاع الإسكان، يمشي اللجنة تحلف وخذ يدك على المصحف واقسم بالله العظيم وكتابه الكريم إن الأوراق المقدمة دي صحيحة، ويكون هي ما صحيحة ويحلف ويسلموا الأرض ويجي بعدك يسأل. ليه انت أسأل قبل ما تمشي تأكد. هاي. وكذلك يعني في أشياء كثيرة، إنه زي مثلا واحد يقوم يطلق زوجته ويجي يقول أنا يقول طلق زوجته، ويقول زوجته كانت حامل. ويقول إنه قال طلق الحامل ما بيقع. هوالي الحياة تحصل. ليه انت ما تتأكد أول شيء. طلق الحامل يقع عند كافة العلماء. ما في واحد من العلماء لا من السلف لا من الخلف أفتى بأنه طلق الحامل لا يقع، كلهم قالوا طلق الحامل يقع. نعم نعم. طيب معنا من السعودية معاوية، مرحب. ألو يا معاوية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الشيخ؟ الله يعافيك. يا أخي أنا بس بستفسر، أنه عندي أخواتي كانوا أراد من نقولوش يعني في وراثة. أي. شفت كيف؟ ألو. نعم معك. هاي شفت كيف انه ماسكين انا من مين يعني؟ وديت لهم في يد، انا عارف بياكلني ويدرمني. صوتك ما واضح يا معاوية. صوتك هو راضي طالبه، عارف ان سؤاله كل واحد دايرها مصاريف ودايرها لبناي من ويدرمني ويساكن كده واحده واحده. انت قلت اخوانك ديل دايرين منه، داير منهم قروش ميراس مش كده؟ قروش بتاع ميراس. ايوه بتاع ارض بتاع ارض. أظن لي أنت أحكي لنا القصة، قول لنا والدنا توفى أو أمنا توفت تركت أرض، والأرض دو وزعتوها ولا لسه؟ ها؟ وهم البيتنا هم خليني يعني للأسرة كاملة وتحدينا الشرعي. أها. إن يقولوش في البيت ده أنا ما أسكن يعني، ممكن أديهم لهم، عندي الإمكانيات دي عليهم صح؟ نعم. فهم بيودي لنا يعني ما داري يودي لك، مجبور إن الواحد ياخذ لها وعطى في المناطق الرخيصة بقروش دي. إذا حصل لها مرض بعدين، إذا حصل لها حاجة. الواحد يكون محتفظ بحقها واجد معه. شفت كيف؟ وهم يطالبوا بحقه، يقول لك لا انا بدينا قروش احنا لانه اشتري بهم كذي، لانه سوي بهم كذي. فما اعرف راي الشيخ شنو في الحته دي. انت قاعد تاخرهم يعني ما قدرت تديهم ليوم مسي؟
ما قدر يا اخي عشان ما محتاج انا ضروري بدي انا نعم لكن يبغى يودوا القريه انا عارف انت عارف السودانيين يودوا القريش في اي شيء نعم يعني دخلنا في حياه صارت تسوي بها شيء نهائي نحن نحفظ طيب الناس ديلا اخوانك ديلا واخواتك ديلا بالغات راشدات ولا قصر متزوجات ايوه متزوجات سمع حنا نجاوبك السؤال ده طبعا هو انه عنده ورثه يوم ما من ابوه ومسك المال هو واخواته ديلا متزوجات او ما متزوجات الوحده بتطالب بنصيبه في الميراث عشان قالت تشتري قطعه ارض بكدي هو بيقول له لا القروي دينا ما بديك انها تشتري من الارض بحفظ ليك الا طوارق الليل والنهار نعم. لو حصل لك طارق مرض او شيء بقوم اديك اسر ولكن ده برضو طريق خطا غلط الميراث نظام دقيق وما دام الاخوات ديلا النهارده ما قصر بالغات ومتزوجات كل واحدة تديها حقها أي بعدك بطريقة أنت ما مسؤول منها ما دام تزوجت وهي أختك ما مسؤول منها مسؤول منها زوجها أديها نصيبة في تركة أمك وتركة أبوك كل واحدة أديها نصيبة تم ترميه في البحر أنت ما لك دعوة لكن تمسكه وتقول لي أنا بحفظ لي طوارق الليل ده مخالف للشرع لأنه الميراث يوزع طوال على الفور توزع كل واحدة من أخواتك أديها حقها بعد كده إذا حصل لها طارق زوجها موجود ما حصل لها طارق وإنت عندك إمكانيات تطوع ساعدة. منك تساعدها ماشي ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن تمنعها حقها ميراث أفرض أختك دي ماتت يبقى في الحالة دي معناته أنت منحت حق أختك من الميراث حي يبقى الحساب حيكون صعب يوم القيامة يبقى نصيحة يتخلص من المزاري نصيحة لي يا أخونا أوزي كل زول في أخوانك أديه نصيبه في الميراث إلا إذا كان ولد بيت قاصر وانت بترعاهن تحتفظ ليهن حقهن نصيبهم في الميراث تنمي ليهن لما يبلغوا تسلمهم قروشهم نعم نعم طيب معانا من السعودية محمد عثمان يا مرحب ألو أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أخي أهلا تفضل السلام على الشيخ محمد حسن بارك الله فيك يا أخي عندي سؤال أنا كان عندي الوالد متوفي ألو نعم نعم معك عندنا الوالد متوفي وكان مخلي المعاش بتاعه وأنا على طول بروح بصرفه وسألته وقالوا لي حرام أي سمع كده قبل ما تمشي بغادي أنت هسع على أمك حي ألو أي نعم أمك حي لا والله الوالدة متوفية وأنا أصغر واحد في البيت أنت أصغر واحد في البيت عمرك كم سنة؟ أنا مغترب في السعودية عمري زي 31 31 نعم وأخوانك التانين ما في أنت أصغر واحد نعم أنا أصغر واحد أيوة يبقى طبعا يا أخي الميراث ما بيورث الأسف نعم. العظيم المعاش ما بيورث طالما انك انت بلغت عمرك 30 سنه معناته انت كان تستحق الميراث لغايه ما عمرك يكون 18 سنه ما تجرد 18 سنه اصغر واحد في الاولاد في البنات في او البيت تزوجت الولد سن وصل 18 سنه ما بيستحق المعاش هسه انت اكتب جواب لناس المعاشات ايوه اي تكتب جوال ناس المعاشات اخواننا والدنا فلان فلان كان موظف في الخدمة المدنية وكان بيتقاضي معاشا من الصندوق القومي للمعاشات وانا كنت بصرفه عشان كنت قاصر مع امي اسع امي ماتت واخواني كلهم بلغوا الرشد واخواتي تزوجن وانا اخر واحد ارجو ايقاف هذا المعاش اولي يوقفه لأن المعاش ما بيورث هي يصرف للقصر مجرد الولاد بلغوا خلاص يوقفوا المعاش يصرف للقصر يعني ولو هو ذاته ولو حي هاي لو هو اللي زاد سد المعاش الحي يصرف زوجة الوالد كان قبل ما يتوفى هو كان عامل لي توكيل نسبة للظروف الصحية وأنا كنت بصرفه على طول وكنت كل ما أرجع من هنا بعد سنتين بصرفه بصرف المعاش بتصرف به وكنت سألت واحد كذا قال لي يا أخي ما حرام شيخ جمنا قال لي حتى لو حرام جيبه تبرع لي المسجد اللي عندنا لا 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 لا, لا. الكلام ده احنا ارجع انت لي عشان تتاكد من كلامي ده اتصل بناس اداره الصندوق القومي للمعاشات والاخوان حاصل كذا كذا طوالي الحرمه دي يا مولانا لائحه تنظيميه للصندوق مثلا ولا هاي قانون قانون ان المعاش ما بيورث النهارده ده كان مكافاه قبض كان شغال في شركه وقبض
مبلغ مثلا من المال مكافأ يدخل الورثة، لكن المعايدة بيستقطعون من مرتب الزوج. هو شغال موظف يستخدم منه 5% والحكومة تأخذ عليه 5% أو 15%. لما زول ينزل المعاش يقوم يطوال بترتيب نظام يمشي له معاشه شهري 100 جنيه 150 وهكذا، ويصرف المعايدة طالما حي. أول ما مات يقوم طوال الولادة الحيين إذا وصلوا مرحلة 18 سنة والبنات تزوجن والزوجة حي، دير كلهم معاشهم يقيف يمشي للزوجة نصيبة. الزوجة ماتت خلاص يوقف المعاش، لكن ولاد متزوجين وبنات متزوجين يصرفوا المعاش ده. في الحالة دي رجع الصرف ده ولا يمشي غايته يتفاهم على سنة عشاء. شكرا جزيلا، سنعود لمشاهدينا الكرام في هذه الحلقة عقب الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن على الهواء مباشرة، كما نحاول نلقي الضوء على مسألة الشبهات. قبل تحدثنا الشيخنا عن قضية لها علاقة بهذه المسألة، نحن حقيقة القلب استفتاء القلب. أيوة صحيح. يعني المسألة دائرة إخلاصنية. صحيح. يعني الزول مرات بينه وبين نفسه بيعرف الحقيقة. صحيح. لكن يتغاضى عنها. أيوة ده موضوع مهم جدا. لذلك برضو حديث ثاني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا حديث صحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني يا مسلم أترك الشيء اللي بتشك فيه، أمشي للشيء اللي ما بتشك فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالنسبة للإنسان واضحة بينه وبين نفسه. واضحة فعلا، يقول يتحرى. وهنا أنت شكيت في شيء، شكيت هل الشيء ده حلال أسأل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشك ذاته ينقض الوضوء. لو شكيت في وضوءك ده خلي في مسائل يعني فقهية كبيرة يعني اللي تكون نزول موسوسة. نعم. نعم. طيب نحن معنا من السعودية أخ محمد، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضل يا أحمد تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا أخي. يا شيخنا أنا عندنا بيت في السودان. أيه. وانا مسؤول من 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 الوالده واخواتي مقيمين برا 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 المقيمين في السعوديه. اي ف يعني المبالغ دي بوضعها في 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 البنك. سامع. ف يعني مبلغ قريب يمكن ل 40 مليون وكذا في بنك الدرمان الوطني. سامع. فبعد سنتين احتجت ان اشيل المبلغ، قالوا لي يا اخي هي زادت ب يمكن 44 او 45 مليون. ما شاء الله كويس. ف هي النسبه الزياده دي انا اخواتي الحمد لله ملتزمين وكذا، قالوا يا اخي احنا الزياده دي ما دايرين. ايوه بيقولوا يا اخي انه ريبة وكذا. كويس. وانا برضو ما الحمد لله يعني وضعنا الله يرحم الوالد وضعنا كويس. أيوة. وما يعني ما محتاجين للمبلغ. الوالده مصره بتقول يا اخي المبلغ ده انا ما دايراه، لكن عندنا اهلنا مساكين في السودان نطلع المبلغ ده ونوزعه لهم يعني. كويس. بدل ما يرقد في البنك. سامع خذ بالك. فتعالت انا في السعوديه قالوا لي بيقولوا يا اخي انه الزياده ممكن تكون زياده ربويه، وفي ناس بيقولوا يا اخي انها تجوز وكذا. كويس. فما راي فضيلتكم يعني؟ سامع خذ بالك. انت القروض دي اخذتها في بنك الدرمان الوطني في وثيقه استثماريه مش كده؟ هي وديعه استثماريه. بس خلاص. بس هنا في خلاص. خلاص خلاص خذ بالك. خذ بالك من الاجابه. نعم. طبعا هنا بنك الدرمان الوطني يعني بيتحرى عنده وثيقه استثماريه. مثلا انت عندك القروض وديعه استثماريه خد قروشك دي، والقروض دي في بند اسمه قسم الاستثمار. يشيل الودائع الاستثماريه دي، انت خد 10 مليون انت خد 20 انت خد 30، يجمعوها ويدخلوها في مشاريع تجاريه. الربح اللي بيطلع يقوم يده يشيلوا نصيبا حق ضرائب حق البنكي، والباقي يوزعوه على رؤوس الأموال بتحت الوثائق الاستثمارية. وكاتبين في الوثيقة الاستثمارية أن الوثيقة الاستثمارية دي ما بيتعاملوا بالربا ولا بيحددوا لك النسبة. انت خدت مثلا 10 مليون في وثيقة استثمارية ما بيقول لك نديك نسبة كده،
ما زي البنوك في بلد برا يقول لك انت العشرين مليون بتاعك دي راقدة خسرنا ربحنا نديك فيها 20% فايدة دي هو الارض جرى منفع ربا. لكن عندنا الوثيقة الاستثمارية يقول لك قريش يبنينا شغلة الربح طلع كثير نديك كثير طلع شوي نديك شوي ما طلع خالص ما نديك دي الوثيقة. يبقى اقول لي اخونا اطمئن انه القريش بتاعتكم دي الوثيقه الاستثماريه اللي خدتينها في بنك درمان الوطني يبقى حلال الربح اللي ادوكم اياه حلال 100% حلال 100% وتخلوه ده حق اخواتك احتاجات ليهم ممكن تد عليه كيف كنت تطلع لكن تطلع زكاته شوفوا قريشكم في البنك دي كم كل سنه تزكوها والربح اللي بيجيكم من البنك حلال وكل شيء نزقه لأن هي ما من رأس مال البنك إنما أموال بتاعت ناس أنت شوف عندك 20 مليون في البنك كل سنة تزكيها الربح اللي بيجيك يضاف برضه تضيف الربح لرأس المال وتزكي. يبقى أكرر لأخونا أقول لك إنه القريش كون دي حلال 100% ما في أي شبه والربح حقاق وريش عليكم حلال. هي يبدو يا شيخنا إنه لو كانت في حساب جاري يكون فيها مشكلة. لا دي ما وديعة. دي وديعة استثمارية عشان كذا. ما فيها شك. ما في اثنين شك. بعدك عندنا بنك درمان الوطني من البنوك الإسلامية اللي ما بتدعمل بالربع على الإطلاق. نعم. نعم. هو لأنه زي ما قلت لك قبل في حساب جاري ده ما بزيد ثابت. أي أصله حساب ما بزيد ما فيه زيادة واضحة وفي الوثيقة ذات لما تجي تكتب أنت بيوروك الشروط بتاعت. أيوه. مكتوب ذات إنه بيتعامل بنكي بدي الوثيقة دي من بتتعامل بالربا خالص. حلال 100%. نعم. لكن لو حدد لي قال لي بديك في السنة 5%. لا ما بيحدد. ما في بلد برا السودان. لكن في داخل السودان ما بيقول لك كلام. ما بيحددوا. لا. نعم. طيب نحن يمكن نكون وصلنا سؤال يعني من خلال خاص برضو له علاقة بالأموال. كثير من المزارعين بيزرعوا مساحات كبيرة جدا في السودان وهم مرات بيشيلوا تمويل من البنوك يعني بيكونوا يعني لما يحصدوا بيكونوا مطالبين قروش هم بيشتكوا من انه الزكاة بيجيهم وياخذوا منهم قبل ما يوزعوا او سدد ديونهم والمساله دي قاعد تحصل يعني في الخلق كثير يعني كثير من المزارعين واصبح عدد من الناس بيحتجوا على هذه المساله دارين نشوف الراي الفقهي كيف يطلعوا زكاه الحصاد في حاله زي دي وطبعا الراي الفقهي انه الزول لو سرب على الزراعه تقاوى بزور مويه حاجات كده يطلع على التكاليف بعد ذاك الباقي ذاك اذا زرعت دي مطريه نصف العشر واذا مطريه العشر واذا بتكلفه نصف العشر دي الحاجه المعروفه في زكاه الزراعه لكن اذا صرف عليها مواد سماد بذور حراته يخصمه من التكاليف بعد ذاك الباقي ذاك يطلع منه زكاه دي يعني الحاجه المعروفه يعني كل المزارعين ان شاء الله بيكون الحكايه دي كل ما في النزله والزكاه عارفينها يعني لكن الحاجه المعروفه في الفقه إن التكاليف الزراعية تخصم بعد ذلك من الباقي طلع زكاة رغم أن التكلفة عالية حقيقة تكلفة عالية بتاعت الزراعة الآن نحن نأخذ معنا من السعودية حامد ألو مرحب ألو مرحب عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نسأل الشيخ نعم تفضل كيف الحال نعم تفضل بس شيخ بس قال لي هو المال المشكوك في أمره كده اللي هو أنا متزوج أي ويوم كان عندي هذه الشركة زين أيام السيارات هذيك كورولا وعندي صاحبي فاز زوجته فازت بالسيارة نعم عندي صاحبي زوجته فازت بالسيارة فازت ومعي هنا وبعدين مشى هناك يعني هربت يعني المهم تصرف فيها نسيبه يا حامد نعم هي يعني سرقت سيارة من المعرض لا مش اتسرقت ايام فايز السياره الزين زين فازت يعني زين. فازت هاي فازت مسابقه هاي هاي فازت ايوه شركه زين نعم سمع نحن حابين نقول الشركات يا حامد لو سمحت يعني ما نذكر يعني جهات معينه يعني نعم قلت لك ما نذكر اسماء لشركات معينه نعم لا ما اسمع انا بعني لك انه مثلا زوجته فازت هو هنا بس يعني هو قال متظلم منه نسيبه بعد ما زوجته فازت بالسياره نعم هو زوجته قالت لي انه احنا ما ادونا السياره الا بعد ما انا مشيت المره الاولى عشان استلم والمره الثانيه عشان ابصم للشركه والمره الثالثه عشان المهم مشت ثلاث مرات
والمهم ابوها اخذ السياره باعها واخذ الفلوس، وهو بيقول انه الجوال صحق والشريحة مشتريها الوالد لبنته. والمهم الوالد طمع في السيارة في الفلوس وما ادري ليه، هو ما رضيان وزوجته ما رضيانه، بس ما قدروا يجيبوا معه موقف غضايا ومحكمه كذا، والزوجه ما رضيانه اللي هي بنته، وهو برضه ما رضيان، لكن كمان برضه ما قدر. نعم. فبس هو داري الفتوى حتى اتصلوا هو، حتى لو ما وصل هو خلاص هو غادي يكون جنع لاقين يعني شكله كذا متعلم فيها لسه. شكرا. شكرا جزيلا. في طبعا المجمع مجمع الفقه الاسلامي كان طلع فتوى بوقف المسابقات، هي وقفت فعلا. هي وقفت. هي طبعا المسابقة إذا فيها أدفع واربح دي طبعا حرام، وإذا فيها اجتهد وابحث وجاتك الجائزة حلال. هاي يبقى دي الموضوع ده طبعا فيه يبقى من الشبهات، لأنه ما كانوا عارفين الزولة دي لما كذبت العربية دي من الشركة الطرح المسابقات، ما كانوا عارفين انه في الشدة حرام. بعد ذاك المجمع طلع فتوى وبين انه الشدة حرام ووقف. يبقى في الهنا ده فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يبقى الموضوع ده دي الفتوى، لكن نقول يا اخونا السائل ان الموضوع ده ما دام اسرة، البيت مع امها وزوجها وده كلها ناس اسرة واحدة، حقه يقعدوا كده جلسة ودية كده ويتفاهموا في القروي دي يوزعوا عليهم. اي أو يعفو. أو يعفو أو يسامح فيها. نحن حقه بالمناسبة دي مسألة العفو دي أصبحت شبه مفقودة. أيوة. نحن عارفين من عفا وأصلح كان أجره على الله. الله يعني كون الإنسان يكون أجره على الله سبحانه وتعالى دي مسألة عظيمة. عظيم كيف يتجاوز الإنسان ويصفح عن الآخرين؟ الزول بيصفح يسامح ده. الزول دايما تلقاه خات الدنيا الآخرة في باله، متصور الحساب والعقاب، ومتصور جهنم، متصور الجنة ونعيم الجنة، عشان كده طمعان. والصحابة كان الواحد يحلف يقول أنا كأني بعين في الجنة رائعين. وبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رائعين زي كان إحنا نشوف فيها. أي لكن الساعة الغفلة من النعيم بتاع الآخرة والغفلة من جهنم وشدة غليانة وسعيرة خلى الناس موضوع العفو ده ما بيتنازل منه، لكن الزول بيذكر ثواب الله بيعفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وفي الآية ربنا تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شو ده الجزاء المترتب عليه. نرجع للموضوع ده إن شاء الله تاني. معنا من السعودية أم محمد، مرحب. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم محمد من السعودية. لو سمحت أكلم الشيخ. نعم. يا شيخنا أنا في السعودية هنا بأولادي وزوجي توفى والولد الكبير معاي وكلهم معاي. الولد الكبير يا شيخنا اتزوج من السعودية هنا وبدون ما يكلمني. وعندي واحد كان في ألمانيا وفي السودان في رجع ويتزوج ألمانية، ولما خلف من الألمانية حتى أنا سمحته يعني كلموني الناس. قالوا لي ولدك يتزوج وخلف. والكبير أنا قاعدة معاه فوق البيت هنا ويتزوج ولد وقاعدة معاه في البيت وسايرة مشاكل يا شيخنا. يعني لو أديتني التلفون من الكنترول عشان أقدر أكلمك بالمشاكل العائلية دي ما أقدر أقول لك في التلفزيون. وأفتي لي في الأولاد اللي تزوجوا بدون ما يكلموني وإلا أسمع من الناس. وأنا ربيتهم وتعبت فيهم وأسفت فيهم وكل جهدي كملت فيهم وبدون ما يختاروني يعملوا الحاجة. وهذا ده في السودان. الألمانية لما خلف منها حتى عرفتها. واللي هنا برضو بنفس الصورة، ولما أتكلم معاهم يطلع صوته علي ويتكلم معاي ويهيج ويخليني أبكي. يا شيخنا أنا بتكلم براي بجيب حالتي النفسية ما كويسة خالص، بقيت أتكلم براي وما قادرة أستغير وأقول أطلع الشارع أحوم وأنا قاعدة في غربة. وده في السودان. بس أفتي لي أنا أدعمك على الأولاد ديل كيف أو أعمل شنو أو أتصرف كيف؟ ودار الرغم حقك من الكنترول. سلام إن شاء الله ربنا يعينك. المخرج يمكن يديك الرغم التلفون إن شاء الله. بعدك نقول له أخذنا يعني فعلا ولادك ديل غلطانين. المفروض إنه كان يشاوروك اللي هو قبل الزواج
وياخذ موافقتك وتحضر عقد الزواج وتفرحي وهكذا كان يكسب رضاك، لكن خالفه. هاي شوف ده لغايه ما زوج ولد، حتى ان سمعت امه الخبر من الناس الثانيين انه زوج، والثاني زوج برضه من السعوديه وبرضه ما اداها خبر. ده يعني خطا، يعني مخالفه للشرعي ومخالفه عقوق للوالدين. لكن اقول لاختنا فوضي امرك الى الله وصبري واحتسب اجرك عند الله، واجرك تربيتك لاولادك وتعليمك لهم ده كله عند الله ما بيروح، ما تضيعيه بالجزع وكذا تقول الحال الكلام اللي ما تقوليه انك تطلع الشارع. لا، وصبري واحتسب اجرك عند الله، ده ابتلاء وامتحان، يبقى امتحانك قفي ان ولادك ديلا ما قاعد يشاوروك ومش الزوج وما يشاوروك، ده امتحان ليك هل تصبري او ما تصبري. يبقى صبري وارضي بقضاء الله وقدره واحتسب اجرك عند الله وكثر حسناتك ثوابك عظيم، ويوم القيامه بيشال منه الحسنات ليك انت لان حقك ما بيصغر، حقوق العباد ما بتصغر. ايوه صبري واعفي منهم، بس ما ادعيهم بالبطال، ادعي لهم بالخير ان شاء الله ربنا يهديهم. اي دل مطلوب منك والنصيحة اللي بنقول ليكي اصبري واحتسب اجرك عند الله وفوض امرك الى الله وكثر من حسناتك وكثر من ذكر الله، ان شاء الله ربنا يعوضك يدخلك الجنة وتسعد في الجنة احسن لك من الدنيا ومشاورة ولادك. نعم نعم. اي وبعدك خد التلفون من المخرج كنترول ان شاء الله بعدك. نعم نعم. نحن ناخذ معنا من ابو ظبي هيثم، يا مرحب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، وأولا يعني نشكر صوت البرنامج، و عندي سؤال للشيخ. نعم بارك الله فيك. نعم نعم تفضل تفضل. للأسف الشيخ محمد الحسن عندي سؤال يعني بخصوص إدارة التلفزيون. أي. يعني بتكون في برنامج كورة أو برنامج يعني شيء كده، بيجي وقت الإذان يجيبوا شريط على التلفزيون حالا اخر وقت صلاة المغرب او العشاء او المغرب على حسب الاحزاب. نعم. يعني هل انه البرنامج او الكوره شغاله بانه هم من الاذان؟ يعني كان لو ما في برنامج او ما في ناس بيجيبوا الاذان بيأذن بعدين بيواصلوا البرنامج، ليه لما تكون في كوره او بيكون في ناس بيجيبوا شريط؟ نعم. بعرف حكم الدين في الحته دي شنو. نعم نعم شكرا جزيلا. الكلام ده اداره التلفزيون طبعا. اي اداره التلفزيون. اي ان شاء الله ناس اخواننا في اداره التلفزيون يكونوا سمعوا السؤال بتاعك ده وبيقوموا بالرد عليه ان شاء الله. نعم. وعموما احنا هي المسائل مختلطه على الناس. آه يعني صحيح. يعني احنا ما نقدر نفتي باسم ناس التلفزيون. آه هي لكن في النهايه تعظيم الشعيره. ايوه هو امر مهم. احنا كيف نعظم شعيرة الصلاة؟ يعني الإنسان يعمل شنو عشان ذات بركة للتلفزيون، يعني لما يجيب يأذن في أوقات الصلاة بركة إن شاء الله ربنا يطرح البركة في التلفزيون وفي مقدمين البرنامج وكفار لذنوب، عندما لزندما فضل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والعلماء قالوا عبر بطول العنق المكان المرموقة، ودائما العرب لما تعبر عن مكان التنزل المرموقة يقول لك فلان طويل العنق، يبقى مكانته عالية يوم القيامة الناس اللي بيأذن. والتلفزيون لما يسن اللزان في الأوقات إن شاء الله التلفزيون ده ربنا يعلم إن شاء الله. نعم. طيب إحنا لو رجعنا لأم محمد دي، حقيقة هي مرأة مكلومة وجرحها غائر شديد. نحن ما يفوت علينا انه في حالات زي دي شبيهه كثيره جدا جدا، بالذات في الغربه الناس ظروفها معينه خلتهم هناك مغتربين. صحيح. وكثير من الاولاد بيفلتوا عن ابائهم وامهاتهم عن طريق التطور الحاصل في الغربه، يعني هم بيكونوا وقت طويل جدا جدا بيكونوا في الغرف الخاصه وكذا، وبيهتموا بالتلفزيون، يعني ربت معاهم الاجهزه الاخرى من الفضائيات اولادهم. نحن كيف نقيم ونعظم نكون قريبين من اولادنا عشان ما يفلتوا مننا بعدين؟ كيف نحن نقدر نحافظ عليهم ونربيهم؟ طبعا هي اختنا دي ما قصرت، ربت ولادها لدرجه انه مشوا قروا وتخرجوا،
كان المفروض ان دايرين يتزوجوا يشاوروا امهم يقول يا امهم نحن الحمد لله تخرجنا وجزاك الله خير ربيتينا وعلمتينا وهسه اشتغلنا دايرين نتزوج يشاور امه. حتى كان اختار له بيت في المحل الفلاني يجي يشاور امه ياخذ راي ياخذ رضاها والام دائما مهمتها انها تسعد بزوج ولدها. وهسه لما تقولها ولدنا داير عيوني فيها الماي اشوف جديدك اشوف سعدك اشوف زواجك دي امنيه الامهات. يبقى هنا الولاد ديلا يعني ما عملوا خاطر من الاثنين يتزوجوا وواحد يتزوج لقات ما ولد وما كلم امه بل امه سمعت من برا. الثاني برضو يتزوج وما كلم امه برضو امه سمعت من برا. ده يعني كسر اقرب الاقربين له يعني. يبقى نصيحه للأولاد ديلا إذا سامعيننا ترجعوا تعتذروا لأمكم وتسلموا عليها وتطلب منها العفو وتعتذر اعتذار شديد. ونصيحة لكل الشباب إنك يا أخي مشاورة الوالدين في الزواج دي مهمة جدا ورضا الوالدين في الزواج مهم جدا لأنه رضا الوالدين من رضوان الله. وانت دار تبدأ حياة جديدة مع امرأة جديدة يبقى في الحالة دي لابد يكون المبدأ بتاع الزواج دي يكون مؤسس عليه رضا من والديك يدوك ويدعو ليك ويتحنوا بيك ويدعو ليك دعاء الوالدين ده مستجاب. يبقى نكرر نصيحة لكل الشباب البنات والأولاد انت دار تتزوج لابد في المقام الأول تأخذ رضا والديك. نعم. طيب معنا أخ ضفع الله العبيد يا مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحب بك. زيك وزي الشيخ. الله يبارك. تفضل. زي الشيخ محمد كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. كيف الحال؟ الحمد لله. يا أخي عندي سؤال لو سمحت. تفضل. طبعا نحن هنا في دول الخليج برا هنا رواتبنا بتنزل في البنوك. نعم. أي. نعم. كويس. وبعدين البنك يعني بياخد بيديك فايدة على المرتب. أيوة. نعم. نعم كويس. وبعدين البنك بياخد فائدة يعني منك وبعدين المرتب إذا ينزل عندك في البنك تلقائيا بتلقى المرتب زاد شوية وإنت ما عارف البنك هل تجارة أو مضاربة في البورصة أو في الأسهم يعني. أيوة. فبنزل من الحتة دي الشرعية يعني. نعم هي كويس. هي طبعا المعروف عندنا يا أخي في البنوك وحسب المعلومات اللي عندنا إنه جميع البنوك عندنا في السودان بسنة قانون إنه يمنع التعامل بالربا. نعم. في كل صوره ممنوع التعامل بالربا وفي لجنة كبيرة اسمها لجنة الرقابة الشرعية في كل بنك. وفي لجنة عليا ترس اللجان دي اللي في بنك السودان. عندنا الحمد لله في السودان التعامل بالربا ممنوع. هو في قطر أي ما جايه وهسه هو في قطر وأنا ما بقدر أضمن هل البنوك في قطر بنوك شغالة زي بنوك السودان ما بتتعامل بالربا ولا لا؟ إذا كانت بتتعامل بالربا زي البنوك اللي في أوروبا يبقى الفايدة بيدوك يا هدي تعتبر قرض جر منفعة تعتبر ربا نفس الربا المحرم بنص القرآن. طيب المخرج شنو؟ المخرج أنت أسأل إذا كان البنك ده من البنوك الربوية بتتعامل بالربا ما تأخذ الفائدة دي. طيب أنا بقول شي لازم تتخطى في البنك خلاص أنت قروشك اللي بتتبرد للبنك أكتبه المبلغ شهري كده ما هي كانت كده شهري كده بعد كده لما تيجي تسحب لقيت الفائدة الزايدة دي أسحبها وزعها للمساكين لكن ما تدخل على نفسك. نعم. شكرا جزيلا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدينا الكرام. نأمل أن نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم والتحية لكل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة على أمل اللقاء مجددا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.